رايح حامل. انا رايح هم المركز اللي قبل الاخير في السنه دي من سنتين ونص، كان هم في يناير انا فاكر كويس اللي قبل الاخير. رحت للنادي الاسماعيلي والناس هناك في النادي الاسماعيلي كان في لخبطه جامده جدا في السنه دي الموسم ده برضو، والناس اللي انا عاوز اوصله يعني اقول لك ان مفيش حد بيساعد النادي يا كابتن ابراهيم، مفيش حد بيساعد النادي خالص، يعني كل واحد في بيبص لمصلحته الشخصيه. انا عايز ان انا النهارده لو كل الناس بتحب النادي والناس بتطلع تاخد اللقطه بس، يعني الناس بتطلع تاخد اللقطه بس، هم عايزين اللقطه اقول لك ده افضل واحد في الاسماعيلي بيساعد النادي وهو اصلا اللي بيهد في النادي. انا مش عاوز اقول اسماء ومش عاوز الخبط، انا من نوع هادي بس انا جاي النهارده يعني عارف جوايا غل، مش عارف وناس كتير قوي في دماغي عاوز اذكر اسمائهم بس انا مش من نوعي دي. غل من ايه؟ من اللي احنا وصلنا له. اصل الناس كلها مطلعه اللعيبه بس اللي هي اوحش لعيبه في مصر. مش شيطان اللعيب هو كابتن ابراهيم النهارده، الكابتن ايهاب ساحر يعني هيجي يقول للعيبه دي اعمل، فاللعيبه كويسه معوش عصايه موسى. اللعيبه كويسه جدا بس اتظلموا. انا ودايما الناس بتقعد بقى ما اقول الكلمه دي يقعدوا يمسكوها لي في اسماعيليه، اللعيبه اتظلمت. اللعيبه النهارده احنا 11 لعيب او 12 لعيب كلهم لعيبه صغيره. انت كنت بتبص في ال 11 اللي بادئين بتلاقي 6 او 7 تحت السن. فالنهارده ده ما يعمل ماتش وحش او مثلا واحد زي بيومي كان في قبل نهائي البطوله العربيه نادي الاسماعيلي، كنا جماهير واحنا كلعيبه واداره كلها عايزه بطوله عربيه، كله بيحلم ان احنا ناخد البطوله العربيه. لعيب زي بيومي النهارده احنا بنعتمد عليه بشكل اساسي. غلطه بسيطه، انا بحب لعيب ولعيب جامد جدا بيومي، بس انا بقول لك ايه، لعيب لسه سنه صغير، انت معتمد الجماهير كلها والناس كلها معتمده على السن الصغير ده ان هو هيحقق احلامه. فاهمني؟ فانا بتكلم في ان احنا كنا 7-8 لعيبه صغيرين في الفرقه في ال 11 لعيب. غلط غلطه الناس شايلته مسكوها. انا بتكلم اللعيبه دي كمان اتظلموا لان ما كانش في حد النهارده زي الكابتن ايهاب موجود في الفرقه. محدش النهارده فرقك جدا يا كابتن ابراهيم. مدرب انا مش برضه ما بحبش اتكلم مع حد ماسكني، بس لا برضه هديله حقه ان هي النهارده عمل شويه تنظيم وحط البصمات بتاعته. احنا كان ماتش واحد ودي حاجه احنا الناس كانت بتقول لك احنا هنهرب من الهبوط. كابتن ايهاب ما كانش بيلعب على الهبوط خالص، ان احنا نهرب من الهبوط. كابتن ايهاب في الاوض المغلقه بيقول لك هادخل مربع ذهبي. واحنا لو كسبنا ماتش الاتحاد اللي هو خسرناه اخر ماتش اللي هو 2-1 عندنا في اسماعيليه ده، احنا لو كسبنا الماتش ده كنا دخلنا مربع ذهبي. الماتش الوحيد اللي خلى الكابتن ايهاب خلاص يفكر ان احنا في المنطقه الامان ويبدا يشوف الناس كلها. والناس زعلوا منه. يعني الناس زعلوا منه في ماتشين ثلاثة اللي هو جرب الناس كلها، كان كل خلاص هو كان بالنسبة له خلاص اطمن خلاص بقى يعني خلاص لو مربع كان هيدوس يكمل. يعني هو ماتش الاتحاد الفيصل، يعني هو قال لنا ان شاء الله نكسب الماتش ده مربع ذهبي، وهو فعلا كان ماتش الفيصل. لكن هو برضو هرجع اقول ان احنا ما اشتغلناش من اول الموسم، من بدايه الموسم الاساس بتاع الموسم اللي خلينا نوصل مربع ذهبي، ما هو ربنا اسمه العدل. احنا ما اشتغلناش، ما كانش برضه مش عايز اتكلم، بس احنا ما عملناش حاجه كابتن ابراهيم تستاهل ان احنا نوصل مربع ذهبي، وعيب اقول الكلام ده بس فعلا ده اللي حصل. احنا ما كانش فيه نظام، ما كانش فيه، الفرقه كانت مشتته، لعيبه صغيره، ما كانش حد بيعملهم نفسيا. النهارده لو كنت تخسر ماتش كان بيجيب 4-5 ماتشات ورا بعضه، وكنت انت مثلا ماتش زي المحله احنا كسبانين 2-1 لاخر ثانيه ضربه جزاء دخلت فينا جول، تعال وراح الحكم مصفر. ده كله ليه يا كابتن ابراهيم؟ هو في فرق اقل مننا اسماء زي مع احترامي للمحله، بس اشتغلوا فتره اعداد بما يرضي الله، وكان في نظام وهم عملوا اقصى حاجه عندهم. احنا ما كناش بنعمل حاجه يا جماعه. كنتوش بتعملوا حاجه؟ ما كناش بنعمل حاجه. يعني ايه بقى؟ احنا ما كانش فيه ما برضه مفيش تمرين، ما بنعملش حاجه، ما بنعملش حاجه، مفيش مدربين، من الاخر يعني مفيش تدريب. في تهجيص. الله ينور عليك. انا بتكلم بمرضي الله واللي يزعل يزعل. احنا ما عملناش حاجه ان احنا نستاهل ان احنا كنا نكسب. النادي الاسماعيلي نادي كبير يا جماعه وشرف لاي حد، بس لما جه كابتن ايهاب جلال بقى فيه تدريب وبقى فيه كوره وبقى فيه نظام في كل حاجه. نظام يا جماعه، والله العظيم نظام. هو راجل كره سهله. هو الكابتن ايهاب هو منظومه بالجهاز بتاعه، مش الكابتن ايهاب بس، بالجهاز بتاعه. كابتن حمد وكابتن ميدو وكابتن علي، هو مختار ناس فعلا. كلام مهم اللي انت بتقوله ده، مهم جدا، مهم جدا. يعني انتوا كلاعيبه كنتوا محتاجين النظام، السيستم ما كانش، السيستم واقع مش موجود. مفيش، احنا ما كناش بنعمل، مفيش نظام، مفيش مدرب، مفيش مدير فني بيظبط اموره، مفيش اداره للكوره. في ناس برضو محترمه مسكت الفرقه. يعني عشان ما جمعش يعني في ناس مشيت، ما كانش على قد النادي الاسماعيلي. انا كنت بتكلم معاك في النقطه الاولى بتاعت ان انا رجعت الشيكات نسيت اكمل لك، عشان انا عارف قيمه النادي الاسماعيلي. انا عارف قيمه، انا عارف انا رايح فين. انا اما اكبر وابطل كوره هقول لابني ادم انا لعبت في النادي الاسماعيلي. فده اللي انا كنت بقول، يعني ده انا كنت بوصل النقطه دي عشان اقول لك كده. انا رايح نادي الاسماعيلي قبل الاخير ومرجع شيكات لناس، وازود ماديا في من النادي اللي كنت رايح، يعني النادي التاني كان ازود بالفلوس. فانا اخترت النادي الاسماعيلي عشان خاطر ان انا عارف شرف تيشيرت النادي الاسماعيلي.
ونقطه مهمه كمان يا كابتن، كان اي لاعب بيكلمه عشان يجي نادي الاسماعيلي وعيب اقول كده كان يقول لك لا مش هاجي مش هاجي. لازم كل الناس تحط الكلمه، كل المسؤولين، كل الناس اللي انت انت جاي النهارده تقول مش عايزين ندفن راسنا في الرمل يا جماعه، خلونا نبقى واقعيين ونبقى صراحة، احنا لما نعالج اخطائنا الناس هتبقى الله ينور. بالظبط يا كابتن، ما عندناش مشاكل ومحدش يدور يا جماعه انا اللي بعمل. انت بتحب النادي الاسماعيلي شوف هتخدمه ازاي. انا بقول لك كان في لعيبه كان بسمع حد يقول لي احنا بنفوت كذا، معلش كلمه قول له النادي يعني اللعيبه تقول لك مش جايه. والله والله العظيم جي كلمه كانت انا فعلا كانت بتموتني. يعني انت مش عايز تيجي نادي الاسماعيلي وتروح مع احترامي نادي مثلا ما ملوش يعني ممكن شركات مع احترامي كل الناس أيوه. يختار يروح هناك وما يجيش نادي الاسماعيلي. فدي كلمه كانت بتموتني انا بتموت انا كلاعب. انت عارف قيمه الاسماعيلي، عارف نادي الاسماعيلي، وانا ما بقولش كلام انا جيت نادي الاسماعيلي وهو قبل الاخير وجيت نادي الاسماعيلي وانا ماضي في نادي في نادي كبير تاني وجيت نادي الاسماعيلي وفلوسه اقل من النادي التاني. فانا مش محتاج خالص ان انا اقول الناس تشوف انا رحت امتى في يناير وكان المركز الكام. فانا مش محتاج، انا بقول الكلام ده عشان الناس تفوق.